في جزء من الكتب او من الافكار بتقول على مراحل من الحياه والتشكك والنقيض والاضداد، يعني هو مرحله اليقين وصل لها بعد مرحله كبيره جدا من التنقل بين الافكار وبعضها. صح، هو في مرحله الشباب، يعني ما معروف ان هو كان في الفتره دي، يعني اخذ شويه الفكر الوجودي والماركسي وقرا كتير في القصه دي، وفي نفس الوقت الفلسفات اللي هي الهنديه والزرادشتيه، وبدا يقرا فلسفات كتير قوي. وهو من النوع اللي بيرفض المسلمات، يعني هو اتولد مسلم وربنا موجود سبحانه وتعالى اكيد، بس هو اكيد عشان يبقى اكيد لازم هو يثبت ده بالدلائل، وده اللي خلاه بدا يتجه الاتجاهات ان هو يقرا كتير فلسفات كتير قوي، ويبتدي يفهم حاجات اصلا كانت بتحصل له، سواء رؤى او 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 حاجات، يعني حصل كذا كذا موقف خلاه يخش المرحله الدينيه دي ويقرا في الحاجات الفلسفيه. والحقيقه هو دون ده في كتب وانتاجات وما زالت موجوده، يعني كل ارائه باختلافاتها موجوده. هو طبيعته فيلسوف، لكن هو يعني الميزه بابا ان هو بيعمل مراجعات دايما، يعني كل مرحله بيوصل فيها القرار ومن خلال دراسات معينه يقول يا جماعه انا كنت غلط في كذا والصح كذا، فعشان كده ناس كتير بتقول له لا ازاي تسيب الفكر ده وتتنقل للفكر التاني. عارفه يا استاذه امل، في ناس كتيره ما بتشوفش او ما تعرفش اسم مصطفى محمود غير بالعلم والايمان وجمعيه الخيريه المحترمه جدا الاجيال الجديده، انما في حاجات كتيره جدا عملها مصطفى محمود اجيال قبلنا بقى كان متعلقه بيها جدا، منها مثلا فكره الدراما. يعني هو صاحب اول مسلسل علمي او في بعض من الخيال العلمي، العنكبوت. وده كان ساعتها قنبله في التلفزيون، يعني هو كان محب للادب والفن بشكل واضح جدا. طبعا هو محب للادب، وهو كانت البدايه قبل ما يعمل اعترفوا ليه كان بيعمل نقد فني سواء للافلام او للاغنيات، ودي كانت بدايه التعارف بعبد الوهاب، ان هو عجبه النقد جدا اللي كان كاتبه عن القاهره 30، ونقد تاني كان مكتوب في اغنيه نجاه، فقالوا لا انا عايز اشوف النقد ده، يعني الكاتب ده، وفعلا ساعتها بقى اصحاب، يعني من اللحظه دي بقى اصحاب. صداقه استمرت حتى مع اختلاف افكار دكتور مصطفى محمود كل مرحله واخرى، انما الصداقه فضلت موجوده. طبعتهم قريبه من بعض. ويحيى شاهين ده واول ما جه مصر وهو لسه طالب في كليه الطب راح درس هوي، يعني دخل المعهد فعلا معهد الموسيقى عشان عايز يدرس هوي. هوايتك شديدة جدا للمزيكا، واظن بتجيد العزف على الفلوت. بعزف فلوت وبعزف العود. وبتعزف العود، امتى بدأت الهواية دي؟ هي الحقيقة بدأت من زمان، يمكن من 20 سنة. قبل بداية الأدب؟ لا، مع بعض. وانا احب المزيكا، والغريبة في المزيكا انها في علاقه بينها وبين الفلك وبين الرياضيات، يعني زي ما يقول لك في 7 سماوات وسبع الوان في الطيف، فبرضه السلم الموسيقي 7 درجات. فدي غريبه، يعني ان الواحد لما يبتدي من صول لغايه فا المفروض انه لما يعلى بعد كده يتصور ان في نغمه تانية، لكن هي بتيجي جواب الصول الاولاني. فدي غريبه ودي في الضوء برضه، يعني غريبه في الضوء انك انت تبتدي من الضوء اللي تحت الاحمر والاحمر لغايه نوصل البنفسجي 7 درجات، وبعدين يبتدي الجواب تاني، يعني الاحمر العالي. انا متهيألي حبك الشديد للعلم واستغراقك فيه بيخليك كل حاجه بتنك تدور لحد ما تلاقي العلاقه اللي باينه اللي واضحه بينها وبين العلم. ما هو هو طبعا العلم هو اكتشاف الحقائق جوه الجزئيات الصغيره. زي الواحد يكتشف قانون جواها، او زي يعني بحب اكتشف الحقيقه عندي الفضول، يعني الفضول ان نعرف يا ترى ايه الحكايه، ولو ان البني ادم ما بيعرفش. هي دي مهمه للفنان الحقيقي. طب بمناسبه حبك انت للموسيقى، ايه احب الاصوات ليك؟ واختار لنا على انك تختار لنا صوت. هو لو كان صوت واحد بقى هختار صوت واحد، فيبقى صوت فيروز. يمكن لانه بحس انه صوت جميل ومثقف، صوت واخد شهادات، يعني بيخاطبني بلغتي باسلوبي، وفي نفس الوقت ميزة صوت فيروز ان هو ياخدني من حالاتي ويرفعني لفوق، بعكس بعض الاصوات
واتأثر بيها فعلا، لكن هي بتاخدني من حالاتي وتنزلني لتحت، زي مثلا اكون في حالة عقلية ابقى في حالة عاطفية، وبعدين ابقى في حالة حسية مثلا. شفنا زي خبر كده من بعيد تحس انه هو عازف، يعني وبدأ حياته عازفا في شارع محمد علي. يعني احترف العزف لفترة وغنى كمان، كان صوته حلو، غنى لفترة. بتكلم جد؟ اه والله غنى. بس برضو انا من الجيل شفت الصورة النمطية لدكتور مصطفى محمود في العلم والايمان والنضارة والجدية، انما فكرة ان هو عازف محترف ومغني بتديله شكل الجدية برضو، يقولوا معقولة مصطفى محمود اتجوز عن حب؟ يعني برضو مستغربين جدا. لا مصطفى محمود كان عايش حياته في فترة شبابه، يعني لغاية فترة طويلة قوي كان بيحب الفن والموسيقى واحترف الفن لفترة، ويعني انسان طبيعي جدا يعني. طب يعني سمعتيه هو بيغني في البيت؟ هو اما بيدندن شويه على لعود كان بيغني اغاني معينه لعبد الوهاب. يعني ده انتي؟ ايه صوته اقرب لعبد المطلب ولا لا مثلا لا ده اقرب؟ لا لا قولي عبد الغني السيد مثلا اللي هو كان صوته ناعم كده. لا لا بابا صوته ناعم، بابا صوته رقيق على الطبيعه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.